سمعتكم العام الماضي تكلمتم عن جماعة الدعوة والتبليغ، ولما ذكرت ذلك لبعض أفرادهم قالوا المشايخ ما خرجوا، ولو خرجوا لعرفوا ما عرفنا، فما أقول لهم؟ هذه مغالطة، المشايخ ما عرفوا، إذا صاروا ما عرفوا فهم هم مشايخ، إذا كانوا مشايخ فهم عرفوا، فنحن على تحذيرنا من جماعة التبليغ ومن غيرها، ولا نعترف إلا بأهل الحق وأهل السنة والجماعة اللي ما عندهم بدع ولا مخالفات. نعم.